لو الحكاية فيها إن فيتو الصلاة عشان يتعلموا أحكام الصلاة لازم يتعلموا أحكام الوضوء وما يستتبعها من طهارة حسية. نعلمهم كيف الاغتسال ودي أساسيات، لأنه من غير طهارة ومن غير وضوء ومن غير غسل مش هينفع الصلاة ولا هتنفع العبادات. لا صلاة بغير طهور كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيتعلموا يصوموا، نعلمهم أحكام الصيام، يصوم إزاي؟ هيتعلموا يخرجوا زكاة مال، بنعلمهم أحكام زكاة المال، إحنا ماشيين معاهم بالتدريب. طبعًا قد تكون بنعلمهم أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو موجود وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه لا حاكم ولا مدبر ولا قادر إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ربما خرجت من الموضوع شويه لكن اسمحوا لي في دقيقه. بنعلم اولادنا لما يجوا يتجوزوا يبقى زوج صالح ازاي وتبقى زوجه صالحه ازاي؟ من الزواج مش هو اللي بيجي في التلفزيون ولا هو اللي بيجي في التلفزيون؟ عايز اجابه. هو ولا مش هو؟ لا مش هو. لا الحياه مش ورديه، لا في صعاب وفي مشكلات بنواجهها، لكن كل انسان بيتقي الله سبحانه وتعالى.